إلا تؤمة بس هالمرة التوم أصلب. إحنا اليوم قدام وزارة الكهرباء لنقول بالعام 1975 كانت تجي الكهرباء 24 على 24، ما بين 90 و 92 كانت تجي 18 ساعة. نحن بال 2015 ناس عم تدفع بدل الفاتورة فاتورتين وما في كهرباء. شو السبب؟ سبب إنه في فساد بهيدا القطاع. اللي بيتحمل مسؤوليته منه الوزير الحالي، تحمل مسؤوليته كل الحكومات اللبنانية منذ الطائف حتى اليوم. وزراء الكهرباء اللي بيجوا في هدر أكثر من 30 مليار بهيدا القطاع، في أكثر من 128 مليون دولار بيدفعون اللبنانية لموتورات الكهرباء الخاصة. خزينة اللبنانية عم تنحرم من هيدا الأموال. لازم اللبناني يبطل يدفع فاتورتين، فاتورة واحدة مش اثنين.